متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. نشرت صانعة السيارات اليابانية هوندا معلومات وصورا عن سيارتها هوندا أوديسي، حيث أصبحت أول سيارة ميني فان تحصل على اتصال الجيل الرابع 4G بموديلها 2018. فكما صرحت هوندا، ستكون تكنولوجيا الجيل الرابع متوفرة في نسختي تورينج وإليت لتتيح لعملائها تشغيل مقاطع الفيديو والموسيقى أونلاين في تجربة فريدة من نوعها في عالم ترفيه السيارات. ويستطيع العملاء شراء باقة مسبوقة الدفع أو غير مسبوقة الدفع من شركات الاتصالات ليتمتعوا بها من خلال نظام الترفيه الجديد كليا على شاشة بحجم 10.2 إنش مثبتة في المقصورة الخلفية. كما سيتمكن العملاء من الاستمتاع بالولوج إلى الإنترنت من خلال إمكانية الاتصال بسبع أجهزة مختلفة. وفي تعليقه على الأمر، قال جيف كونراد المدير التنفيذي لهوندا إن أبقاء الاتصال هو أحد ركائز العصر الحديث، وأول ما يهم الأسرة هو اتصالها غير المنقطع بأفرادها، وهذا ما سيوفره نظام اتصال الجيل الرابع 4G بموديلها أوديسي 2018. لمزيد من الأخبار والتفاصيل، زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المربع .net، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.